أخبار ورياضة من الجزائرية الإخبارية. سلام الله عليكم. والمستهل بالحدث الرياضي، يواجه شبيبة القبائل بداية من الساعة 8 مساء كوتون سبور الكاميروني في إطار إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في لقاء يسعى فيه الكناري لحسم تأشيرة التأهل لنهائي الكأس. يقول كريم أيت عثمان: خطوة واحدة فقط تفصل شبيبة القبائل عن نهائي كأس الكاف، وهي التي تدخل مواجهة سارة اليوم أمام كوتون سبور الكاميروني بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف. وبملعب خمسة جوليا الذي شهد معظم تتويجات الشبيبة قاريا، فنيا تتواجد التشكيلة القبائلية في أفضل حالاتها بجاهزية كامل التعداد وتحضير مثالي، لسيما وأنها استفادت من مركز سيدي موسى الذي وضع تحت تصرفها بكل ما يوفره من ظروف استرجاع وهدوء. هي مواجهة إذن تحتاج إلى ذكاء تكتيكي وتركيز كبير أمام منافس قدم إلى الجزائر للعب كامل أوراقه بعد أن خسر بميدانه. لذلك وجب الحذر ونسيان نتيجة الذهاب من أجل حسم الأمور في 90 دقيقة ستكون تاريخية وحاسمة لمجموعة من الشبان صنعوا الحدث هذا الموسم وخالفوا معظم التوقعات في انتظار التأكيد هذه الأمسية، وضمن التأهل إلى النهائي الرابع في هذه المنافسة بعد أن توج بها من سبقهم في حمل القميص الأخضر والأصفر ثلاث مرات متتالية. ولمعرفة المستجدات الآنية بملعب الخامس جويليا، يلتحق بنا مباشرة من مسرح لقاء زميل يوسف رزيق. مساء الخير يوسف، ما الجديد هناك وكيف هي الأجواء قبل انطلاق اللقاء؟ مساء الخير سهيلة، تحية رياضية لك ولجمهورنا الرياضي الكريم. الكثير والكثير من الجديد يحمله هذا النصف النهائي لقاء العودة من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. والجديد دون شك سيكون الفار، تقنية الفار ستستعمل لأول مرة في لقاء رسمي بملعب خمسة جويليا، وستكون التقنية حاضرة في جس نبض مختلف اللقطات التي تكون محل نزاع أو محل جدل. وقبل قليل فقط الفريق المكلف بذلك حاول وقام بعدد من المحاولات قبل بداية المباراة بكرة فيها تحمل شريحة إذا تجاوزت خط المرمى سترن مباشرة في ساعة الحكم، ومن دون شك سيعود إلى الفار للحكم النهائي. على كل هذا فيما يخص الجديد، البقية الكل يعرفها. بسم الله ما شاء الله، ملعب خمسة جويليا رائع ومستعد لاحتضان هذه المباراة. ملعب خمسة جويليا مثل ما يعرف الكل هو مسرح الشبيبة المفضل، ثلاث نهائيات متتالية 2000 2001 2002 فازت فيها الشبيبة وفرحت الجمهور الجزائري، والشبيبة لا تنهزم في النهائي إن شاء الله تتوج وتصل إلى النهائي. لكن قبل ذلك الشبيبة نادرا تخسر في النصف النهائي، لكن متفائلون لأنها فازت لأول مرة خارج الديار. أتكلم كثيرا عن الأرقام وعن التاريخ لأن التشكيلتين والفريقين لم يصلا بعد إلى ملعب خمسة جويليا مسرح المباراة، لكن سيكون ذلك بعد دقائق من الآن. لذلك مع وصول الفريقين سنوفيكم إن شاء الله بتشكيلة الفريقين. نعم، شكرا لك يوسف على كل هذه التفاصيل والتوضيحات. سنعود إليك لتوافينا بأكثر تفاصيل أو بتفاصيل أوفى حول هذه المباراة وتشكيلة الفريقين. إذا نبقى دائما مع أجواء المنافسة الإفريقية. هذا وكانت شبيبة القبائل قد أجرت أمس آخر حصصها التدريبية قبل ملاقاة ممثل الكرة الكاميرونية. وقف فيها المدرب دينيس لافان على دق التفاصيل ووضع الرتوشات الأخيرة مع ضبط معالم التشكيلة الأساسية آملا في مواغدة المنافس والتأهل إلى النهائية. Gardien,
إذا كانت هذه تحضيرات فريق شبيبة القبائل لمواجهة كوتون سبور السهرة بحساب إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية. كما ذكرت أن المدرب دينيس لافان ركز على عديد الجوانب ووضع آخر رتوشاته تحسبا لهذا اللقاء مع ضبط معالم التشكيلة الأساسية، ووقف على كل صغيرة وكبيرة وعلى أدق التفاصيل أملا في مباغتة المنافس والتأهل إلى النهائي ولما لا التتويج بالنجمة الرابعة في منافسة كأس الكاف والثامنة في تاريخ منافسته القارية. هذا وستعتمد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تقنية حكم الفيديو المساعد الفار، وعلى هذا قام أمس طاقم التلفزيون الجزائري بقيادة المخرج ومنسق الفار بالتلفزيون يزيد بلكوت بمعاينة المكان أين ضبطوا الأمور لإنجاح العملية. إذن مسؤولو الشركة الإسبانية أوفيس الفار استحسنوا الظروف بمركب محمد بوضياف وكذا حفاوة الاستقبال من طرف طاقم التلفزيون المكلف بنقل كل تفاصيل هذه المباراة. الآن نتابع وإياكم التصريحات التي صاحبت عملية المعاينة والتي رصدها لنا الزميل فاتح عبادة. إذن لنتابع التصريحات التي صاحبت عملية معاينة تقنية الفار ولأول مرة بملعب الخامس جويليا تحسبا للقائية بدور نصف نهائي كأس الكاف بين شبيبة القبائل وكوتون سبور الكاميروني. رصدها لنا إذن التصريحات تقول رصدها لنا الزميل فتح عبادة. كل شيء على ما يرام، التجارب التقنية جرت في ظروف حسنة خاصة من جانب الكاميرات. نثمن حفاوة الاستقبال من طرف طاقم التلفزيون الجزائري وأيضا على تعاونهم معنا واحترافيتهم. لحد الآن كل شيء جيد، كل ما طلبه فريق الفار وفرناه. طلبوا بثمان كاميرات فقدمناها ومن وضعيات مختلفة، وعليه لا يوجد مشكل، كل شيء يسير وفق المعايير المطلوبة. الفريق البرتغالي محترف ونحن أيضا كذلك، كانوا سعداء بما وفرنا. وسيدير هذه المباراة الحكم التونسي الصادق سالمي بمساعدة الليبيين عطية محمد عيسى وأيمن إسماعيل وبيضة دهان حكما رابعا، بينما سيكون التونسي هيثم جيراط مكلفا بتقنية حكم الفيديو المساعد، فحظا موفقا لشبيبة القبائل في هذه الخرجة. في سياق منفصل، تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة إلى دور ربع نهائي لكأس العرب للأمم الجارية بالعاصمة المصرية القاهرة، ذلك بعد تعادله أمام النيجر بهدفين لمثلهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وبهذا ينهي الخضر دور المجموعات في الوصافة بأربع نقاط، أما نيجر فتحتل الصف الثالث بنقطة، فيما تصدر الفراعنة المجموعة بتسع نقاط في الوقت الذي تذيل فيه موريتانيا المجموعة بنقطة واحدة، والتي تغادر الأول منتخب موريتانيا الذي يغادر المنافسة رفقة النيجر. نمر إلى البطولة الوطنية المحترفة التي افتتحت جولتها 27 أمس بلعب ثلاث مباريات، من بينها تلك التي فاز فيها أولمبي لمدية على جمعية عين مليلة بهدف 0، ووقع لأبناء التيطري اللاعب بعلي في الدقيقة 78 ليحتلوا به المركز السابع ب 41 نقطة، فيما يملك المليلية 31 نقطة في الصف الحادي عشر.
من جهته تغلب أهل البرج على أولمبي شلف بهدف 0 وقعه اللاعب بدواجي في الدقيقة 27، ورغم الفوز يبقى الأهل متذيلا الترتيب 29 نقطة، فيما يتواجد الشلفاوة في المركز 12 ب 31 نقطة. إذن مباراة أهلي برج بعريريج وأولمبي شلف انتهت لصالح الأهلي بهدف 0، والتصريحات التي أعقبت مباراة أهلي البرج وأولمبي شلف نتابعها في التالي. لا كونتري على بالنا بلي ماتش ديفيسيل مع اون ايكيب راهي روليغابل في راه كانت ديرني في الكلاسمون، على بالنا بلي نلقاو اون ايكيب سوبر موتيفي باسكو عاودت رجعت في لافاز روتور. احنا دخلنا باه نربحوا، ما نقولكش جينا ما قعدناش لور، شفت اون ابريسي لادفيرسير، لعبنا لوفونسيف، كنا اون كري بليزيور اوكازيون ولا سيرتو في الربع ساعه الاول كانوا عندنا ديزوكازيونات، مي لا غالب كي ترات ياك تشوف ليكيب تاع البرج فاني كانت دات لا كونسيرفاسيون مي ما كانتش دونجوروس في الفرونسيف، هذاك اللي خلانا نروحوا سير دي كونتر، ما عرفتش نكملوهم سيرتو الكونتر تاع دو جوار تاعنا مع ان ديفونسور كانت شويه الانانيه ما مركيناش. لا دوزيام ايتون شفت دخلنا اون في دي شونجمون، دخلنا قد دور باه نروحوا لي بيت، اون كري بالك 4 ولا 5 تقدر تقول لي جوار، مش انا ما نقولش ولاد فاميلا نقول دي غيري باسكو كون تشوف لا سيتياسيون اللي رانا فيها، واحد ما يعاون في ليكيب هذه، واحد ما مدنق لينا، لي جوار عندهم دوكا 8 موا ولا ما سلكوش، لي بريم تاعهم ما كانش بصح دايرين في ريسانا باللي كي نخشوا للتيران لو ريكتونغل فير سي بون، تنسى كلش، تنسى المشاكل تاعك، ولازم تركز على الخدمه وتركز على لي 3 بوان، باسكو باللي 3 بوان اللي تحل المشاكل تاعك، لازم هكذا، لازم ربح. وعلى وقع النتيجة ذاتها انتهت مباراة اتحاد بلعباس واتحاد بسكرة بهدف المكر وقعه اللاعب صايلة في الدقيقة 79، وضعهم في المرتبة 18 ب24 نقطة، والتفاصيل بحوزة الزميل مختار مدكور. لقاء ثالث المهددين بسقوط اتحاد بلعباس بضيفه المثقل بالغيابات والهادف إلى ضمان البقاء اتحاد بسكرة جاء بعنوان انتزاع النقاط ثلاث لا غير. أكثر استحواذ للكرة من جانب أشبال المدرب أحمد سليمان المعاقب، وبداية أخطر الفرص تلوح لإسماحي خليل وجها لوجه مع الحارس بن شريف. الدقيقة 18 انفراد من جانب أصحاب الأرض وهدف يلغيه الحكم آية عامر مليك بداعي التسلل. استكان أبناء المدرب عز الدين أيجودي للخلف متحملين لعبء المباراة ولكم الفرص الضائعة كرأسية تيم. واسمحي هنا في هذه السانحة التي لا يحسن استغلالها بشكل جيد. يعود اسماحي مرة أخرى في هجمة من العمق وتسديدته غير بعيدة عن شباك اليو اس بي. الثواني الأخيرة من زمن الشوط الأول صايلة يجد نفسه في موقع ممتاز للتهديف، غير أنه لم يتمكن من هز شباك اتحاد بسكرة. نصف اللقاء الثاني دخله العباسيون بأكثر رغبة في إحداث الفارق بالرغم من لعبهم بعشرة لاعبين عقب تلقي منازل البطاقة الصفراء الثانية. نقص لم يستغله لاعبو اتحاد بسكرة لا سيما انفراد حدو بالحارس عراط وكرته خارج الإطار. اشتد ضغط رفقاء مواقي في كذا محاولة إلى أن جاء هدف صايلة 12 دقيقة قبل نهاية المباراة. هدف دون رد، النتيجة النهائية وجرعة أكسجين لأبناء المكر للنجاة من السقوط، بينما يتجمد رصيد اتحاد بسكرة عند النقطة 31 وفي المرتبة 11 في سلم الترتيب المؤقت.
احنا كل المقابلات احنا نلعبوهم تاع الضغط كبير باسكو عندنا حتميه الفوز، ولهذا لما نبقاو نضيعوا الفرص الا ونزيدوا نخرجوا من المقابله. كون فول سافي احنا اليوم كنت عدلنا كنا نيأسوا من بقى، ولهذا نظن باللي كما قلت صرحت لاعبين غادي نماركوا في كره ثابته وماركينا في كره ثابته. عموما نقولوا انه دخلنا نوعا ما المقابله وحنا خلينا مساحات اللعب، عرفنا ان فيه توتر، يكون توتر اثناء المباراه، عرفنا كيف نتحكموا، ولكن يعني كما نقول لك ركوننا كثيرا للوراء خلى يعني مساحات للخصم. دائما مع الرابطة المحترفة حيث تلعب في هذه الأثناء 5 مباريات عن الجولة 27، من بينها تلك التي تجمع مولودية وهران وشباب بلوزداد، حيث تشير النتيجة في الشوط الثاني لتقدم شباب بلوزداد بهدفين لصفر، وقعهما كل من أمير سعيود واللاعب بالخير، حيث تشير يشير الوقت من هذه المباراة إلى الدقيقة 59 أو الدقيقة 60. نتابع بعض اللقطات من هذه المباراة بتعليق الزميل طه شعبان. لديه دفاع قوي في هذا الموسم، تلقى 17 هدف في 25 مباراة، يعتبر كثاني أحسن دفاع في البطولة، بينما المرتبة الأولى في أحسن دفاع تعود إلى وفاق سطيف الذي تلقى فقط 15 هدف. الطاقم الفني لمولودية وهران بقيادة عبد اللطيف بوعزة ومحمد رضا عاصمي في محاولة لإيجاد الحلول، في محاولة لإيجاد الوصفة المناسبة على الأقل من أجل تعديل النتيجة والانطلاقة من وسط الميدان عن طريق بلومي أمام ثلث لاعبين، غلق على نفسه الزاوية، يبقى دائما محافظ على كورته، والحكم المساعد الثاني شلالي لمين يشير بأن الكرة خرجت من المستطيل الأخضر وتروح مباشرة إلى 55 لصالح شباب بلوزداد. نلعب إلى غاية الآن 60 دقيقة من زمن هذه المرحلة الثانية والمباراة، كرة في وسط الميدان عن طريق بوعلام مصمودي. بوعلام مرر. إذن باقي تفاصيل هذه المباراة ومباراة مولودية وهران وشباب بلوزداد سنوافيكم بها في وقت لاحق. نمر إلى مباراة أخرى تجمع بين النصر حسين داي وشبيبة الثورة على ملعب 20 أوت، حيث تشير النتيجة الآنية إلى تعادل الإيجابي بهدف في كل شبكات بين الفريقين، حيث سجل هدفي المباراة أو الهدف الأول النصر أو هدف نصر حسين داي سجله اللاعب ناجي، في حين سجل هدف شبيبة الثورة اللاعب لهميري. نتابع جانب من هذه المباراة. مصطفى جليد اللاعب السابق لا يهدأ له بال في هذه المباراة، يحفز لاعبيه ويطالب منهم الكثير واستغلال أدنى الفرص التي تتاح خاصة للهجوم. إذن يذكر أن الجولة 27 من البطولة الوطنية المحترفة تلعب مبتورة من مباراة شبيبة القبائل وداد تلمسان بسبب التزامات الشبيبة بالمنافسة الإفريقية. ونتابع في التالي نتائج الجزئية للجولة 27 والتي تتضمن مباريات التي لعبت أمس.
أما الجولة 28 ستلعب يوم الفاتح جويليا، وهذا هو برنامج. إذن نعرج على مباراة مولودية وهران وشباب الوزداد، حيث أضاف الشباب الهدف الثالث عن طريق اللاعب خلف الله. نشرتنا متواصلة وفي سياق منفصل. وقفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم مدربا فريقي مولودية الجزائر وشباب الوزداد نبيل نغيز وزوران مانولوفيتش على التوالي بسبب الاحتجاج على قرارات الحكم خلال مباريات تسويات الرزنامة، مع غرامة مالية قدرها 30,000 دينار لكل منهما. من جهته عوقب مناجير اتحاد الجزائر عنتر يحيى بمبارتين نافذتين بسبب تصرفه غير اللائق تجاه الرسميين حسب ما ذكرته لجنة الانضباط. نمر الآن إلى الرابطة الثانية وقسم الهواة. شبيبة بجاية فازت بميدان وفاق لمسيلة بهدفين لهدف، لكن ورقة الصعود عادت لتشكيلة الزرقاء بفضل أفضلية المواجهات المباشرة بين الفريقين. اسمع الميلودي في هذه الورقة. مباراة وفاق لمسيلة شبيبة بجاية غابت عنها الأهداف المرجوة بعدما تأكد سقوط الوفاق إلى القسم السفلي في الجولة الماضية، فيما لم تتمكن الشبيبة من بلوغ دورة اللقب رغم الفوز. الشوط الأول ميزه دخول قوي لأبناء ماغوراي الذين حاولوا الوصول لشباك الحارس بكري في وقت مبكر، وهو ما تجسد بعد 5 دقائق لعب فقط، لتتلقى شباك الوفاق هدف بنيران صديقة وقعه اللاعب السابق لجمعية شلف أسامة رحالي. تقدم حفز شبيبة بجاية لإضافة أهداف أخرى أمام دفاع هش، وفرص بالجملة لم تستغل جيدا، أبرزها محاولة أضرار وجها لوجه مع الحارس ويضيع. وفي الدقيقة 42 تمكن الزوار من إضافة الهدف الثاني بواسطة زعموم الذي استطاع بعمل فردي من إسكان الكرة شباك الوفاق ثانية. هدفين لصفر نتيجة انتهت عليها المرحلة الأولى. في الشوط الثاني الوفاق المسيدي أراد رد الاعتبار بملعبه وخلق الفعالية على مستوى الهجوم لتقليص الفارق، وهو ما حدث في الدقيقة 52. زيتوني يتوغل يراوغ ويسجل. بعدها شبيبة بجاية حاولت إضافة هدف ثالث، لكن ارتفاع درجة الحرارة والإرهاق صعب من مأمورية اللاعبين في استغلال الفرص كما ينبغي. آخرها كانت كرة بنفولة وجها لوجه ويضيع، لتنتهي المباراة في الأخير بنتيجة 2-2 وفوز شبيبة بجاية. إذن تصريحات مباراة وفاق المسيلة وشبيبة بجاية نتابعها في التالي. المقابلة كما شفتوا مقابلة جرت سخونة، يعني مقابلة جيدة لكل الفريقين. الحمد لله فيكتوار لو ديرني ماتش امبورطون دو تيرميني افيك فيكتوار. نشكر دابور جو ريميرسي تو لي جوور، جو ريميرسي تو لو ستاف لي جوور تو لو موند pour les efforts qu'on a fournis depuis le début de saison. يعني رغم قلة الإمكانيات ورغم ils ont pas encore ماهمش خالصين sont pas encore payés الاخر مي عطيهم الصحة. احنا je suis très déçu لا غالب on s'excuse auprès des supporters على تضيع حلم صعود لعدة اسباب بدون ذكر الاسباب. البداية لو ما كانت متوفقة الفريق اللي نهزم في 5 مقابلات الأولى، الاستخدامات كانت ماهيش كيما نقولوا مضبطة، ما كانش ريفليشي، كان فيه بعض النقائص في بعض الأماكن يعني في سيرتان بوست، الشيء اللي خلى الفريق أنه يوضع رتم المقابلات ورتم البطولة. الإدارة قامت بالواجب تاعها نظن، يعني جات متأخرة، قامت بالواجب تاعها تجاه اللاعبين، ولكن الظروف يعني ما كانش سهلة باه أنهم يوفقوا العام هذا. نقولوا الفريق سقط، عنده مدة 4 أو 5 جولات من الفريق يضمن السقوط تاعو، ولكن هذا لازم يحشموش بيان. فرق كبيرة سقطت، ولكن اللاعب لازم يتعلم من الأخطاء تاعو ويقوموا بموسم يعني الموسم الجاي يقوموا باستخدامات يعني تكون منضبطة، تكون يعني بيان ريفليشي، وإن شاء الله يوفقهم ربي، إن شاء الله يعاودوا يوليو القسمة الثانية إن شاء الله.
مباراة أخرى تميزت بندية رغم شكلية فاز فيها مولودية بجاية بخمسة أهداف بهدف على أمل بوسعادة. عمر جمعي يفصل أكثر في اللقاء. لم تكن رحلة فريق بوسعادة إلى بجاية موفقة بعدما فقد أمل البقاء في لقاء الفرصة الأخيرة لبوسعادة ليغادر القسم الثاني وعلى نتيجة مدلة خماسية كاملة للموب مقابل هدف. كل شيء حدث في الشوط الثاني رغم أن أمل بوسعادة لعب ما يقارب 80 دقيقة بعشرة لاعبين بعدما طرد الحاكم صخروي المدافع لهم بالبطاقة الحمراء عندما عرقل المهاجم سحت. الشوط الثاني كان الأحسن والبداية في الدقيقة 48 المتألق سحت يتوغل وبكل ثقة يضع الكرة في شباك الحارس بوقاسم فاتحا باب التسجيل للبجوية لنشهد بعدها ردا بوسعاديا. وإن غابت فرصة تعديل النتيجة في هذه الكرة إلا أنها كانت حاضرة في رأسية عبد الذي تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 55 هدف لم تدم أفراحه طويلة. دقيقتان بعد ذلك الحارس بوقاسم يعرقل سحت، الحكم يعلن عن ضربة جزاء ينفذها قصدي بنجاح آخذنا الأسبقية مرة أخرى للموب. هدف أخلط حسابات فريق بوسعادة، زد على ذلك النقص العددي وغياب المدرب الرئيسي أمور استغلها جيدا أشبال كاروف بالرغم من محاولات سمان التي لم تجد الشبك. عكس الأمل المولودية وفي الدقيقة 70 هجمة معاكسة منظمة تصل الكرة إلى بعيد يضعها في الشباك ممضيا التالي. 10 دقائق بعدها الثنائي البديل لابوغي وزاوي هذا الأخير بسهولة يمضي الرابع. وفي الدقيقة الأخيرة لابوغي يختتم مهرجان الأهداف. ينتهي اللقاء بفوز كبير لمولودية بجاية وهو الأكبر هذا الموسم 5 أهداف مقابل هدف واحد لبوسعادة. بهذا الانهزام يودع أمل بوسعادة الرابطة الثانية بعدما قضى فيها 9 مواسم كاملة. من جهة أخرى لم يشفع التعادل السلبي الذي حققه بنيتور بملعب وداد بوفاريك في ضمان البقاء رغم تعادله في مجموع النقاط مع اتحاد الأخضرية. إذن كما ذكرت أن هذا التعادل السلبي بدون أهداف لم يشفع لشباب بنيتور الصعود وذلك بملعب فريق خلال اللقاء الذي جمعهم بوداد بوفاريك لم يشفع له في ضمان البقاء رغم تعادله في مجموع النقاط مع اتحاد الأخضرية. مشاهدنا الكرام والآن نتابع وإياكم التصريحات التي عقبت هذه المباراة رصدها لنا الزميل عبد القادر طسينة. الحمد لله كما يقولوا ماكري ما ربحناش اليوم مي انا بروفي بلي فريق وداد بوفاريك نت ويلعب نزاهه وروح رياضيه كسوا لي ماتش اللي فاتوا ولا هذا الماتش. حنا مدينا افون اليوم ما كتبش ربي باش نربحوا الحمد لله. هارد لاك الفريق تاع بنيتور اللي عنده فريق ما شاء الله وشنو كما يقولوا الديبي تاعو هو اللي كان شويه عيان سي بور سا ما ضمنش ولا ماشي ضمن البقاء تاعو. حنا اللي همنا الفريق تاعنا ملي بدينا حنا اون جروب حنا اون فامي خدمنا كما قال واحد كنا دايرين اوبجيكتيف ما لحقناش ليه مي في الفوتبول كما يقولوا واحد يامن حتى الدقيقه الاخرى. الفوتبول هذا ما تعرفش كاش يخبي لك سيرتو في البروغراماسيون هذه ولا سيتياسيون اللي كنا فيها. انا جاب لي ربي بوفاريك شغل دارت اكسيسيون باسكو قعدنا في ناسيونال 2 وهذه تخلينا العام الجاي ولا لي بروشان زاني ان شاء الله تكون عندنا اكسبيريونس باش نخدموا ماخير. وفيليسيتي كاع اللي وقفوا مع ليكيب كسوا لي سيبورتور اداره لي جوار اللي حبوا ليكيب فريمون باسكو سي با فاسيل باش تجيري سيتياسيون كيما هذه. نتمنوا الخير كيما يقول لكاع لي زيكيب
اللي راهم في الطيحه ولا اللي طلعوا كما يقولون نهنيوهم وان شاء الله اللي جاي ما خير ان شاء الله. في المقابل انهزم اتحاد الحراش على ميدانه بهدف لصفر امام صاحب المركز الثامن اتحاد الاخضريه. وتفاصيل اللقاء بحوزه عبد العزيز بن سالم. اتحاد الأخضرية تنقل إلى الحراش ولا خيار أمامه سوى الفوز وانتظار نتيجة مباراتي وداد بوفاريك وشباب بني ثور وأمل بوسعادة ضد مولودية بجاية. رفقاء حيدوسي كانوا يدركون أن مصيرهم ليس بأيديهم، لذلك دخلوا المباراة ضاغطين بغية التسجيل. ولم تشهد البداية أي فرص حقيقية من الفريقين حتى الدقيقة 27، والمهاجم بوصيف اقترب من تسجيل الهدف الأول لاتحاد الأخضرية لولا التصدي الناجح للحارس بلهاني. وقبل نهاية الشوط الأول سيديري مهاجم اتحاد الحراش ضيع على فريقه فرصة افتتاح النتيجة قبل التوجه إلى غرف تغيير الملابس. الشوط الثاني كان اتحاد الأخضرية مجبرا على صناعة الفرص والضغط على مضيفه لتأتي الدقيقة 55 بالهدف الأول في المباراة بعد عمل فني جميل من المهاجم حيدوسي مباغتا دفاع اتحاد الحراش وحارسه. مدرب أصحاب الأرض وبغية العودة في النتيجة قام بتغييرين دفعة واحدة، لكن كل محاولات زملاء دحمان اصطدمت بدفاع متماسك حافظ على تقدمه في النتيجة إلى غاية نهاية المباراة. وفرحة عارمة لاتحاد الأخضرية الذي اقتنص فوزا ثمينا ضمن به البقاء ضمن أندية القسم الثاني. إذن مشاهدينا الكرام الآن عودة إلى الحدث وهو مباراة شبيبة القبائل وكوتون سبور الكاميروني، ومعنا مجددا الزميل يوسف فرزيق المتواجد بملعب 5 جويلية ليوفينا بتفاصيل أخرى حول هذه المباراة. تفضل يوسف. مساء الخير سهيلة مرة ثانية، والتفاصيل تفيد أن فريق شبيبة القبائل أول الواصلين إلى ملعب 5 جويلية. الفريق قبل لحظات فقط التحق بملعب 5 جويلية، الملعب الذي يشهد على انتصارات شبيبة القبائل قبل قليل. هي عادة بالنسبة لجميع الفرق يدخلون إلى أرضية الميدان لأخذ معالمهم واكتشاف أيضا أرضية الميدان والأجواء المحيطة في التنظيم. واليوم صاحب هذا كل هذا التنظيم بالنسبة لي الشبيبة بعد التربص وبعد أيضا التحضير وبعد التنقل إلى الكاميرون هو موجود معنا رئيس شبيبة القبائل شريف ملال. مساء الخير، شكرا لتواصل معنا. مساء الخير. شكرا. إذن اليوم وصلنا إلى 90 دقيقة إن شاء الله على بعد الوصول إلى النهائي الحلم بالنسبة للشبيبة وبالنسبة لعشاق الشبيبة. كيف هي أحوالكم؟ كيف هو وصولكم إلى ملعب 5 جويلية؟ يعني اليوم يعني جينا يعني باش نلعبوا المقابله هذه تاع لا دومي فينال تاع 90 دقيقه، مازال 90 دقيقه باسكو سيت ماتش واعر بزاف ولا ادفيرس سي كوتون سبور بيان سور هو جا باش ثاني يتكاليفيا، وحنايا واجدين سو لو بلان تكنيك بسيكولوجيك انا واجدين ليكيب لي كونسيونت اون سي كو سيت ماتش تري ديفيسيل اي فاس جوي سو لو تيران ان شاء الله نكونوا في يومنا وان شاء الله نتاهلوا للنهائي ان شاء الله. سؤال ثاني فقط في عجاله، ادرك انه المدرب يعني الان مشغول مع ما هو فني وتكتيكي، هل الشبيبة في التعداد الكامل بالنسبة لهذه المباراة وكل شيء على ما يرام؟ يعني كل شيء جاهز في تعداد يعني كامل. احنا يعني كل لاعبين هم واجدين هذه المحبسين واجدين لهذه المباراة يعني. شكرا سيد شريف ملال، بالتوفيق. شكرا، سلام ورحمة الله. إذن رئيس الشبيبة يؤكد أنه لا خوف على الشبيبة أمسية اليوم، إن شاء الله يا رب في الطريق إلى الثامنة والتتويج بها والتأهل إلى الدور النهائي ثم لعب مباراة هنالك بالبنين وإن شاء الله تتويج بهذه الكأس الثامنة. طيب يوسف، سؤال يعني ما هي تنبؤاتك لهذه المباراة؟ صدقيني زميلتي سهيلة، بالرجوع إلى التاريخ الشبيبة لم يسبق لها الخسارة بملعب 5 جويلية، 3 نهائيات متتالية 2000 2001 و2002، ومن دون شك في هذا الجو من التفاؤل بالأعداد والأرقام والتفاصيل والإحصائيات الشبيبة من دون شك على بعد فقط 90 دقيقة إن شاء الله. واليوم أيضا سيكون فوز بعدما فازت في لقاء الذهاب بهدفين لهدف خارج الديار، من دون شك ستؤكد ذلك أمسية اليوم في سهرة اشتقنا لها منذ سنوات. إن شاء الله
التأهل ثم التوفيق بالنسبة لشبيبة القبائل والتتويج. بحول الله تعالى يوسف، شكرا لك على هذه التفاصيل. إذن شبيبة القبائل متعود على هذه المنافسات ومتعود على تقاليدها أيضا، أكيد أو تمنيتنا له التوفيق والفوز في هذه المباراة والتأهل إلى النهائي، ولما لا التتويج باللقب القاري. مشاهدينا الكرام، نعود بكم إلى القسم الثاني، ودائما ما نعود إلى البطولة الوطنية للقسم الثاني هواة، وإلى مباراة أمل الأربعاء التي أو فريق أمل الأربعاء الذي تصدر مجموعة الوسط في ختام بطولة القسم الثاني رغم التعادل السلبي أمام اتحاد البليدة. صوفيا المهني. جولة الختام كانت مسكا على أمل الأربعاء بعد أن التحق بركب المتأهلين إلى مباريات السد، بينما كانت المباراة شكلية بالنسبة لاتحاد البليدة الذي غادر القسم الثاني منذ عدة جولات. المواجهة في بدايتها عرفت ضغطا كبيرا من جانب الزوار الذين فرضوا منطقهم، وكانت أول فرصة بواسطة صانع الألعاب كاسيليا الذي وجه تسديدة قوية والحارس علي ليتألق. عناصر الأمل واصلت الضغط من أجل إحراز هدف السبق، وكادت أن تصل إلى المبتغى بعد انطلاقة سريعة من المدافع أيت علي الذي وزع ناحية دومي ورأسيته يردها القائم الأيمن. رد اتحاد البليدة أتى بعد هجمة مرتدة قادها راشدية، توزيعته يبعدها الحارس شويحة لتصل الكرة إلى بوعناتي، لكن مقصيته يبعدها المدافع دومي من على خط المرمى. المرحلة الثانية شهدت استفاقة نسبية من أصحاب الأرض، لكن الخطورة كانت من جانب أمل الأربعاء الذي كاد أن يفتتح باب التسجيل عن طريق كاسيليا لولا براعة الحارس الذي تدخل في الوقت المناسب. الجاران يفترقان على التعادل السلبي، نتيجة تضع الزرق في المحطة النهائية للتنافس على تأشيرة العودة إلى حظيرة الكبار، بينما اتحاد البليدة ما عليه إلا ترتيب بيته قصد الصعود إلى القسم الثاني. البليدة اللي سقط صافي عنده مدة من اللي سقط، ولقينا صعوبات وين كانت بعض الأصداء والكلام يقول لك ولاية واحدة يقدروا يعاونوهم. احنا الحمد لله وانا نهضر باسمي وباسم اللاعبين والاداره، واحد ما عاوننا في النتائج هذو وواحد ما صدق علينا. الحمد لله اليوم كما يقولوا تعبت انا ما راحش في باطل، كلاسينا البريمي ان شاء الله دوك نريحوا ناخذوا شويه وقت نريحوا باش نعاودوا نونطاميو دوزيام شامبيونا اللي هذه انا كلاعب جامي شفتها في حياتي، وهذا ظلم كبير تاع لو بلاي اوف هذا تاع عام كومبلي وانت تطيح وتنوض وتساكريفي باش تكلاسي البرومي في لافان تزيد تلعب ميني شامبيونا واسافوار الى تروح ولا ما تروحش. المرحله هذه انا ما نستعرفش بها لانها ماهيش يعني ما تاخذش بالحق، يعني كاين ثلاث فرق راهم في المرتبه الاولى يستاهلوا يلعبوا في القسم الاول. نددنا هضرنا يعني واحد ما حب يسمعنا، ولكن رانا مجبرين باش نروحوا نلعبوا، راح نلعبوا لي بلاي اوف، وهنيئا للزوج اللي راح يطلعوا، وحسره كبيره على الفريق اللي ما راحش يطلع. هذا وانتهى اللقاء الذي جمع نجم بن عكنون ورائد القبة على وقع التعادل السلبي. إذن هذه المباراة لم تكن سهلة على طرفين بالرغم من شكليتها، لكن نجم بن عكنون لكن الفريقين قدما موسما لا بأس به، وانتهت الجولة المباراة في الجولة الأخيرة من هذا القسم بالتعادل السلبي. إذن بطاقة التأهل إلى دورة اللقب كانت من نصيب هلال شلغوم العايد الذي سقط أمس في آخر جولة أمام اتحاد الشوية برباعية كاملة. عبد الملك زنيدية. بعدما ضمن تأشيرة الصعود إلى دورة اللقب، نزل فريق هلال شلغوم العيد ضيفا أمام اتحاد الشوية في مباراة شكلية حاول من خلالها مدربي الفريقين إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين الشباب الذين أبانوا على مستوى لا بأس به، خصوصا اللاعبين بوزغاية وبوطبة من الهلال وبكوش والحارس يحيى من اتحاد الشوية. فانتهى شوط المباراة الأول بتعادل سلبي.
المرحلة الثانية شهدت انتفاضة حقيقية لأصحاب الأرض الذين وصلوا إلى شباك الحارس كشكار في 4 مناسبات. بدأها المتألق في هذه المباراة بكوش بهدف السبق في 17:17. 10 دقائق بعد ذلك نفس اللاعب بكوش وفي توغل يضع كرة على طبق للمهاجم صاحبي صليح الذي بدوره يضعها في الشباك. المهاجم صاحبي صليح دائما يستلم كرة داخل منطقة العمليات وبتسديدة قوية يسجل 3 الأهداف. وفي الوقت البديل المهاجم قاسمي يختتم مهرجان أهداف هذه المباراة التي شهدت طرد اللاعب نفار من اتحاد الشاوية وخلفاوي من فريق هلال شرغوم العيد. المعلم قدموا شوط جيد جدا. الشوط الثاني ممكن فيها عدم تركيز، ممكن فيها استطاعوا اللاعبين تاعنا ينهيوا البطولة بنجم نقولوا شوط ثاني جيد ب4 أهداف. مشكورين جدا على الاداء اللي اداوه في البطوله ككل وفي المباراه نتاع اليوم قدام الانصار تاعهم. نتمنوا حظ وفير لشلغوم العيد في البلاي اوف نتاعهم. نتائج الجوله 22 والاخيره من بطوله القسم الثاني هواة نتابعها كامله في الجدول التالي. نمر إلى قسم بين الرابطات وبعد ضمان صعود كل من اتحاد ورقلة وشباب برج ملاين إلى القسم الثاني هواة سنتعرف اليوم عن الصاعد الثالث بين حمراء عنابة واتحاد بسكرة التي تلعب في هذه الأثناء وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي. لنتابع بعض من هذه اللقطات بتعليق الزميل محمد الصلاح بوساكر. تحاول أنها تقدم السند المعنوي ولو من خلال هذه اللافتات للاعبين فوق أرضية الميدان. محاولة التوغل لا، الحكم يقول الكرة لمست أحد اللاعبين، المدافع خرجت إلى التماس، تماس لمصلحة اتحاد تبسة ركنية لاتحاد تبسة. والحارس بوعزيزي في تنظيم دفاعه، طبعا الحارس يتحمل مسؤولية تنظيم دفاعه في الكرة الثابتة. تقريب 5 دقائق وبعض الثواني على نهاية الوقت الرسمي للشوط الثاني والمباراة. هل سنشهد شوطين إضافيين؟ مباراة ستكون ماراثونية وستكون مرهقة ومتعبة للاعبين. ننتظر، كرة القدم لا تؤتمن ما دام الحكم لم يعلن بعد عن نهاية المباراة. وفي 5 دقائق وأخرى وأكثر من 5 دقائق متبقية من عمر المباراة، الحكم بوكواسا لطفي يحاول فك هذه الصراعات الثنائية داخل منطقة العمليات. كرة مرفوعة، رأسي يتمن المدافع هو الأقرب إلى الكرة، تبقى لاتحاد تبسة. المدافع يخطف الكرة، هذه ممتازة من الحمراء عنابة. كرة أين؟ لاعب على الحمراء عندما في وضع التسلل، هذه المرة انطلاقة ممتازة من برباك وخروج ممتاز من الحارس جاب الخير يسبق برباك في هذه اللقطة. لم يكن في وضع التسلل. ثاني أخطر فرصة في اللقاء لفريق حمراء عنابة مع تغيير وتبديل ثاني، خروج برباك. لأن دائما مع قسم بين الرابطات، وكما ذكرت قبل قليل التحق مساء أمس اتحاد ورقلة بركب الصاعدين إلى القسم الثاني بعد فوزه على اتحاد واتسوف بهدف للصفر. والآن نتابع بعض من هذه المباريات.
له حكم المباراة. الركلة جزاء أعلن عنها حكم المباراة فاروق ميال. قبل لحظات ربما كان يحتج عناصر اتحاد ورقلة على عدم منحهم لمخالفة، ولكن رب ضار نافع لم يعلن عن مخالفة، أعلن عن ركنية تحولت إلى ركلة جزاء بعد أن لعبها كنوش بهذه الطريقة. لعبها بيده، سيكون فيه تنفيذ. هو خباش يبحث عن هدف التقدم لفريقه في هذه الدقيقة 37. خباش وشوية خباش، في هذه اللحظات أيها السادة والسيدات جمهورنا الرياضي الكريم، اتحاد ورقلة يحقق المبتغى ويصعد إلى القسم الوطني الثاني هواة بعد غياب دام أكثر من 15 سنة عجاف، فجاء عام الفرج عام التأهل. إذا اتحاد ورقلة صعد إلى القسم الثاني في سابقة تاريخية للفريق. إذا المباراة انتهت بهدف للصفر، وقعه اللاعب خباش عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 38، والتصريحات التي أعقبت اللقاء رصدها لنا زميل يوسف رزيق، نتابع. جماهير وتشوف على هذه النتيجة ودوماج، هذا هو الفوتبول. ما من البرمجة تاع الرابطة تاع فريق يلعب من بداية البطولة هم حتى المركز الثاني ومن بعد في الأخير يخسر من تأهل القسم الثاني، حاجة نتأسف عليها والله الواحد يتأسف ياسر الجماهير وتشوف. وناديو الناس والولاية لاخطرش وعدناهم قبل ما نديماريو إن شاء الله الرحمن الرحيم، وفينا بالوعد قلنا لهم بلي نشرفوكم ونرفعوا رصانكم في العاصمة إن شاء الله. الحمد لله الرحمن الرحيم، ربي ما خيبناش والحمد لله، ربي وفقنا وان شاء الله غادي نديروا عاوتاني عام مليح العام الجاي ان شاء الله. ربي والحمد لله تعبنا تاع العام كامل ما راحش باطل، وبالاخص نهدي هذا الفوز للوالديه اللي عندهم فضل كبير في الحمد لله وصلنا لهنا. ونشكر كامل خاوتي وكامل اي الاحباب والخاوه، وان شاء الله نكملوا بعيد ان شاء الله وحتى اوفر للفريق اتحاد السوف ان شاء الله. صعيبه كما تعرف، منافس قوي اللي جاب باركور مليح الشامبيون تاعو، والحمد لله ربحنا في لافا ونهدي هذا الفوز لولاية ورقلة كومبلي والجنوب كومبلي والسلام. تفضل. ما نوصفلكش قداش الانسان راه فرحان، الحمد لله يا ربي وفقنا ربي. نشكر ربي الحمد لله يا ربي على الفوز هذا. المباراة ما كانت سهلة، الخصم كان في أدى المقابلة مليحة. وعن مجموعة الغرب، يستعد فريق غالي معسكر للمباراة الفاصلة التي ستجمعه بوداد مستغانم غدا الاثنين بملعب أحمد زبانة بوهران. سيف الدين بن زردة. بمشوار تضمن 9 انتصارات و4 تعادلات و1 بلغ غالي معسكر مباراة السد التي ستجمعه بالجار وداد مستغانم، مباراة الفوز بها يعني الصعود إلى القسم الثاني للهواة. ومن أجل الاستعداد جيدا لهذه المباراة يقيم النادي تربصا تحضيريا بولاية عين تيموشنت. فيما يخص مباراة السد اللي غادي تجمعنا مع وداد مستغانم، هذا الفريق فريق كبير وحنا ثاني رانا مجهز. احنا غالي معسكر فريق كبير ثاني من اعرق الانديه الجزائريه، احنا رانا موجودين لهذا الماتش ان شاء الله بربي، ربي وفقنا. ولعابه كاع راهم كونسيون، الطاقم الاداري والطاقم الطبي كاع رانا بريل هذه المقابله باش نفرحوا الشعب تاعنا ونفرحوا كاع ولايه معسكر ان شاء الله. الحمد لله رانا محضرين المقابله كما باقي المباريات، الحمد لله يا ربي ان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه، والحمد لله انا واعيين بالمسؤوليه وان شاء الله نديروا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. تدريبات كاينه هذيك لومبيونس مع لو ستاف، راه محضريننا بيان بسيشيكمون كلش مونطالمون، وان شاء الله نفوزوا بالمقابله ان شاء الله.
ابن الفريق ومدربه الحالي عبد القادر بالصغير يسعى إلى ضبط كل الأوراق قبل المواجهة الحاسمة، حيث يطمح اللاعب السابق لاتحاد العاصمة ومولودية الجزائر إلى تحقيق صعود يدشن به مسيرته التدريبية. التعداد ما نقولكش راهو كامل 100%، لكن إن شاء الله يكون كامل. عندنا إصابة، ربما ماشي إصابة بالغة لكن في إصابة صغيرة للاعب مطماطي، إن شاء الله يعاود يرجع إن شاء الله في المقابلة يكون حاضر إن شاء الله 100%. إن شاء الله ماهيش كبيرة، لكن التحضيرات جيدة، اللاعبين كلهم راهم كونسيون على بالهم باللي المقابلة هذه راح نقولوش راح تكون مقابلة صعبة ولا سهلة، راح تكون كيف هاك المقابلات اللي لعبناهم كيما حضرنا. كان احنا لوبجيكتيف تاعنا تسير مقابله وصلنا لهذه المقابله، لازم نسيروها ان شاء الله يا ربي في احسن ظروف كما لعبنا مقابله البطوله راح نلعب. نعود الى المباراه الفاصله في قسم بين الرابطات بين حمراء عنابة واتحاد تبسة، ونشاهد في هذه اللقطات ضربه جزاء لصالح حمراء عنابة. من سيتفوق؟ من سيتالق؟ حمراء عنابة عفيفية يتمكن من تسجيل الهدف. الحارس جاب الخير، كاد يعيد الامل لانصار فريقه، صد الكرة قوة التسديدة اجتاز خط المرمى، وفريق حمراء عنابة يفتح مجال التهديف ومتفوق في النتيجة بهدف مقابل صفر في الوقت البدل الضائع من المقابلة. مقابلة مثيرة وهدف جاء في وقت قاتل وفي وقت حساس جدا، وحمراء عنابة قريب جدا من خطف تذكرة التأهل إلى أو الصعود إلى القسم الوطني الثاني. ننتظر الحكم، أضاف دقيقة، ننتظر اتحاد تبسة. اللحظات الأخيرة ستكون مثيرة. إبعاد الكرة صوب الهجوم، إبعاد الكرة ناحية برباك، برباك ينطلق، برباك برباك يحافظ على كرة البحث عن المراوغة، لا ما يمرش، تبقى المحاولة متواصلة، يبدو أن الأمور حسمت. ننتظر صافرة النهاية، ننتظر، ولكن بوكواسا يبقي على الأمل بالنسبة لاتحاد تبسة في هذه الكرة وفي هذه المخالفة. المخالفة ستكون مباشرة، ستكون صوب منطقة الحارس بوعزيزي رابح، سينفذها اللاعب بوراس هو الذي يتولى تنفيذ هذه الكرة الثابتة. يطلب من زملائه الصعود والتموقع في منطقة الحارس بوعزيزي، كرة مرفوعة ناحية بوعزيزي، وبوعزيزي يتمكن من هذه الكرة، وبوعزيزي يتألق في هذه الكرة ارتقاء جيد ويبقي على أمل الصعود إلى القسم الوطني الثاني. هذه الكرة مرفوعة في القائم الثاني، وبوعزيزي قراءة جيدة يتمكن من خطف هذه الكرة أمام الجميع ويبقي على أمل الصعود إلى القسم الوطني الثاني بالنسبة لزملائه فوق أرضية الميدان. ننتظر سيناريو لم يكن منتظر بتاتا في هذه المقابلة. بوكواسا يتردد في الإعلان عن النهاية، يبقى أو يبقي على مواصلة اللعب، ولكن في الأخير يقول فيه مخالفة، في الأخير يقول فيه مخالفة لفريق اتحاد تبسة. مباراة مثيرة 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 للغاية. ضربة الجزاء جاءت في وقت أعطت المباراة نكهة خاصة. هل تأتي التسديدة؟ هل تأتي التسديدة جانبية؟ وكرة جانبية، وبوكواسا لطفي أمامنا يحسم الأمر ويعلن عن نهاية المقابلة بفوز فريق حمراء عنابة بهدف مقابل صفر أمام اتحاد تبسة، ويصعد بذلك إلى القسم الوطني الثاني. إذا مباراة حمراء عنابة واتحاد تبسة انتهت بهدف لصفر لصالح حمراء عنابة، وبهذا تأهل أو صعد حمراء عنابة إلى القسم الوطني الثاني، فهنيئا لحمراء عنابة على هذا الصعود. إذا نبقى دائما مع قسم ما بين الرابطات، وداد مستغانا بدوره وضع اللمسات الأخيرة تحسبا للمواجهة الفاصلة أمام غالي معسكر. يقول مختار مدكور: بمعنويات في السماء يحضر وداد موسى غانم لمباراته الفاصلة أمام غالي معسكر لكسب ورقة الصعود إلى الرابطة الثانية. الوداد كسر كل الأرقام، فهو الأول في مجموعته منذ بداية الموسم حاصدا 29 نقطة، وهو أحسن هجوم وأحسن دفاع بتسع انتصارات تعادلين وثلاث انهزامات. الماتش كما يقول غادي يكون ديربي بيننا وبين معسكر، احنا كنا ليدر تاع الجروب تاعنا وهما في الجروب تاعهم، وان شاء الله احنا رانا نحضروا لهاد المقابله كما لي زوت ماتش اللي فاتوا،
وان شاء الله احنا نحققوا ان شاء الله لاكسيسيون باش نفرحوا رواحنا ونفرحوا الشعب تاع مصغالي. كما شفت تقول هذا نهائي كاع لي الشيء اللي عملنا في بطوله الموسم غادي تلعب على مباراه وحده. راك شوف كي حنا كي غالي ماسكر دون الفريق اللي يستاهلوا باش يكونوا في القسم الوطني الثاني دابري مشوار اللي داروه في البطوله هذه هذا الموسم. دون الظروف جاتنا هكا فوق جاتنا وفوق جات غالي ماسكر باش تكون كان مباراه فاصله. حنا ان شاء الله فالو بريباري بوكو بلوس سور بلون مونطال باسكو ماشي وقت العمل تكون العام الكبير ندار سي او مو جونفي دون سي رانا في الفينيش. مباراة وداد مستغانم غالي معسكر التي ستلعب بملعب شهيد أحمد زبانة بوهران يعتبرها أنصار الوام انتقال الكبير إلى مكانه الطبيعي في انتظار ما هو أحسن. رانا في مقابلة سد رانا تاكلين الجوارة جوارة تما إدارة الشعب رام ساندهم مصغالي كومبلي ماشي غير الشعب تاع الوداد راهي مصغالي كومبلي مساند الفريق شنو نطلبوا النجاح والتوفيق للاعبين والفريق بصفة عامة. جينا اليوم باش نموتيفو لي جوار على الماتش باراج كيما يقول لك هي نهائي صغير فهمني وان شاء الله كيما يقول لك ان شاء الله حنا نفوق نطلعوا ورانا في 17 ما شفناش ناسيونال 2 وان شاء الله نهار 28 يفرحونا لي جوار ويفرحوا كاع الشعب تاع مصغاليم اللي قارع 17 باش طلع هاد لي ايكيب ناسيونال 2 وحنا ما بيناش طلع ناسيونال حنا بينا تولي المكان تاعها اللي هو القسم الاول. الماتش هذا تاع المعسكر راح يكون ماتش مصيري لينا حنايا كامل ولايه مستغالم ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن تاع لي سيبورتير تاعنا ونفوزوا بهذه المقابله باذن الله. كاين بعض الشبان اللي راهم في الفريق وعندنا مام لاعبين اللي راهم بالخبره يعني عندنا يعني برمله عندنا الحارس بوهده عندنا محمدي عندنا لاعبين كثار اللي عندهم السبق لهم باللعبوا في القسم الوطني الاول نظن هادو عطاو اللاعبين دفعه وكرنا نحضروا في المقابله هذه غادي تلعب على جزئيات. وداد مستغانم ليس فقط نتائج تقنيه ممتازه بل نادي الروح الرياضيه كذلك فلاعبوه تلقوا 9 بطاقات صفراء منذ انطلاقه الموسم فهل سيفعلها الوداديون ويتحصلون على البطاقه الخضراء المؤهله للصعود امام نادي عتيد اسمه غالي معسكر. ومن كرة القدم إلى كرة اليد حسم فريق أمل سكيكدا للكرة الصغيرة بالنسبة